تذاكر مباراه الاهلي وصن داونز، مؤكد ان كل الجماهير اللي عايزه تروح برج العرب عايزه تطمن على اجراءات بيع التذاكر، او كل الجمهور عايز يطمئن ايه درجه الاقبال على تذاكر هذه المباراه التاريخيه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. سياده العميد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن عدلي. اهلا يا مدير يا همام. الله يخليك يا كابتن عدلي، ربنا يديك الصحه. طيب طمنا بقى، حطنا الاول في الصوره فيما يخص مشكله كره الميه. مشكله كره الميه، يعني كره الميه طول عمرها، يعني احنا انا اصلا لعيب كوتر كوده، يعني لا هي طول عمرها كده بصحيح يعني، بس برضه هو طبعا لا فيه طبعا حدود، ويعني لازم كل حاجه ليها حدود. احنا طبعا الكابتن خطيب طالب تقرير مفصل وبيقدم النشاط الرياضي على كل النواحي، بحيث النهارده نبقى نشوف برضه كل واحد لازم ياخد حقه في الاخر. والنهارده اتحاد برضه السباحه كان بعد جواب، عشان برضه هيحقق مع الفرقتين كافه الاطراف الفرقتين طبعا الفرقتين يعني ما، ولكن في الاول في الاخر برضه هرجع اقول تاني، الاهلي ونادي الجزيره، والاهلي ونادي هيليوبوليس، والاهلي ونادي الشام، يعني كل الانديه الوتر فول. وخلي بالك الانديه الاتحاد السباحه اللي بتمارس لعبه كره الميه انديه يعني بتتعدى على الصوابع، ولكن كلنا يعني كل المجموعه اصحاب واخوات في الاخر، ودي بتبقى مشاحنات عاديه جدا وفي الاخر بتخلص. ولكن هي طبعا يعني الموضوع مثلا يعني ممكن يكون كبير، بس احنا في الاخر احنا بعتنا طبعا يعني النهارده لكابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد برضه نفس القصه، وكان في اتصال بين كابتن محمود الخطيب ورئيس نادي الجزيره. في الاول وفي الاخر يعني كلهم اولادنا، وكلهم ان شاء الله باذن الله هيبقى في تحقيق، ولا هيبقى في مخطئ، ما حدش بيتاخر. انت عارف يا كابتن عدلي والسوري، ما حدش بيتاخر، النادي الاهلي ما حدش بيتاخر، وبالتالي برضه في الانديه كلها سواء نادي هليوبوليس او نادي الجزيره برضه ما حدش بيتاخر. احنا في الاول وفي الاخر بنلعب رياضه وبنمارس رياضه فيها مكسب وفيها خساره، ولكن المخطئ لازم هيتحاسب ان شاء الله يعني. تمام، نطلع من الميه بقى على الكوره. طمنا على تذاكر الاهلي وصن داونز. والله الحمد لله، طبعا في غرفه عمليات شغاله بتتابع على مستوى 27 فرع المسموحين في الست محافظات، وبتتابع جمهورنا وهم بيشتروا بيستلموا تذاكرهم او بيشتروا التذاكر من منفذ نادي سموحه. طبعا يعني امبارح الكابتن محمود الخطيب عمل اتصال مع المهندس فرج عامر، وكان معانا طبعا امبارح في النهائي، قلنا له بس في مشكله في استاد اسكندريه، لان استاد اسكندريه في صيانه فمش هنقدر نبيع. قال نادي سموحه هو النادي الاهلي واعتبروه ناديكم، وبالفعل الناس موجوده من الصبح، يعني الناس بتتكلم وبتشيد، يعني بصراحه نادي سموحه بنتعامل اكن احنا في النادي الاهلي. والحمد لله لغايه دلوقتي تم بيع 6300 تذكره من المتبقي، كانت 9000 تذكره طرحناهم، لان باقي التذاكر 25000 تذكره الموحده اللي هي فئه 10 جنيه دي طرحت على بين السيستم وبين مفتي اسكندريه، ما فاضلش غير المتبقي هيبقى 2300 تذكره او 2500 تذكره. الناس هناك هتكمل بكره برضو تاني بدايه من 12 صباحا لغايه ما تنفذ التذاكر. اما ال 27 منفذ اللي هم بيسلموا التذاكر هم اللي شغالين برضو النهارده الحمد لله، والناس بتستلم التذاكر تباعا، وهو الحمد لله طبعا في اقبال غير عادي، اقبال غير عادي يعني. طبعا انا شايف لو كان في 60000 كان هيخلصوا برضه. يعني على يعني انا وانا خارج من النادي الاهلي النهارده بقول لك يعني خرجت بصعوبه، من الناس فاهمه ان انا عندي يعني تصور عن موضوع التذاكر ان انا اقدر اعمل لهم حاجه، فحرص الجماهير واضح جدا جدا، وده بيعكس الثقه في النادي الاهلي يعني. وعلى كافة المستويات الناس كلها عايزة تروح تساند النادي الأهلي في مباراة العودة إن شاء الله بإذن الله، ودي حاجة يعني ربنا يكتب. والأقاليم ده الأقاليم عاملين رحلات 27 محافظة كابتن عدلي، 27 محافظة إحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصل على قد ما نقدر والمتاح التذاكر الموجودة، وبنحاول نحافظ على جماهيرنا. والله يعني في تعب ومجهود من الزملاء اللي شغالين، لو الناس يعني تشوف الكلام ده شغالين، بس هم برضه جمهورنا بيتعب زي شايف النهارده الناس واقفه من الصبح لغايه دلوقتي عشان التذكره، والناس بتدور في كل حته، فربنا يكرم وهي ان شاء الله هيبقى يوم باذن الله، باذن الله ان شاء الله يعني ربنا يعدي على خير، وان شاء الله يبقى في يعني اداء مميز للنادي الاهلي ان شاء الله. هو ده اهم حاجه. ان شاء الله يبقى في اداء مميز، عندنا ثقه كبيره جدا في جهازنا وفي لعبتنا، ان شاء الله يبقى في اداء مميز يرضي الجميع ان شاء الله. طب في التنسيق مع الامن، هل في ضوابط معينه، في تنبيهات معينه تحب تقولها للجمهور اللي رايح؟ هو طبعا برضه الامن نفس القصه، يعني برضه احنا الموضوع احنا شغالين في من يوم السبت اللي فات، احنا بقى لنا اسبوع شغالين
على كافه المستويات. مديريه امن اسكندريه طبعا استاد برج العرب، هو التعليمات الامنيه البوابات هتفتح الساعه 11 لاستقبال الجماهير. 11 حددوا اربع بوابات للمجموعه المحدده، لان هم 25,000 المفروض باذن الله هيدخلوا باب 5 باب 6 باب 7 باب 8. احنا بنرجو من الجماهير عدم التدافع، حافظوا على نفسكم اهم من اي حاجه، التزموا بتعليمات الامن. هيبقى في تعاون بين الامن مدير امن اسكندريه وبين الامن الاداري، النادي الاهلي دافع بين من افراد الامن مع 5 من المديرين اللي موجودين عشان خاطر يتابعوا جماهيرنا، وهي بتخش يتابعوا الناس وهي بتخش من الصبح ان شاء الله باذن الله لحين نهايه المباراه. اهم حاجه سلامه الناس اللي رايحه المباراه، دي اهم حاجه بالظبط. عشان كده هيبقى في 5 بوابات عشان خاطر عدم التدافع، كل بوابه هيبقى ساعتها 6,000 من جمهورنا ان شاء الله. طبعا تعليمات الامن اللي هما المعتاده، فبعد اذنكم نلتزم بيها. نفس القصه بالنسبه لحاملي الدرجه الاولى، هتبقى بوابه 3 مخصصه ليها، الفريق الضيف هيبقى مخصص ليه بوابه 10، والفريق الضيف احنا خصصنا له الثالثه يمين بحيث برضه يبقى موجود بعيد عن اي احتكاكات، وهتبقى الثانيه والثالثه والاولى الشمال او الاولى يمين بالمقصوره، دي هتبقى مخصصه لجماهير النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون الاستاد بالشكل اللي هو يساند فرقتنا، بنساندهم كلنا بالشكل اللي احنا عايزينه دون الخروج عن النص، دون الالتزام بالهداف والتشجيع لفرقتنا فقط لا غير. وربنا يعدي على خير ان شاء الله، تبقى مباراه جيده باذن الله. تصريحات دخول السيارات من بوابه 3 ولا من بوابه كام؟ بوابه 3 ان شاء الله برضه. 3 طيب، غلق الابواب بقى الساعه كام؟ الساعه 5 مساء ان شاء الله البوابه هيتم غلقها. 5 يعني الناس تكون حريصه انها تتواجد بدري شويه. تمام. ما هو بدايه الباب هتفتح الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 5 ان شاء الله باذن الله. طيب المجلس بكره رايح للفرقه اسكندريه ولا الفريق مركز مع نفسه وخلاص؟ لا، هو الفريق طبعا انت عارف احنا امبارح كانت مباراه الحمد لله مع المقاصه وكانت نتيجه ايجابيه، وكل النهارده اتمرنت وسافرت على طول على المعسكر برج العرب، والفريق خلاص المعسكر مغلق، ما حدش هيشوف الفريق غير في الملعب ان شاء الله باذن الله. تمام. الاجتماع الفني بكره في حاجه معينه النادي هيطلبها ولا الامور ماشيه كويس؟ لا، الامور ماشيه كويس. هو كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان طلب زي ما الفريق عملنا هناك في جنوب افريقيا، وبنتعامل معاهم بالمثل طبعا، وده حقهم وده النادي الاهلي. فاحنا كنا خصنا لهم 500 وكنا خصنا لهم 20 في المقصوره الرئيسيه، وده كان هم هناك كانوا ادونا 100 فقط لا غير و20 في المقصوره الرئيسيه، ولكن احنا خصصنا لهم 500 وال20 المقصوره الرئيسيه طبقا للتعامل بالمثل، وده اللي هيبقى الاجتماع الفني. اما الامور الفنيه طبعا دي بتناقش بقى عن طريق الجهاز الفني، ويبقى حاضر الاجتماع ممثل عن النادي الاهلي كاداره اللي هو هشام جنيد مدير اداره المباريات، والعميد علاء صلاح الدين نائب مدير فرع الاهلي بالجزيره، وطبعا ده هيبقى كابتن سمير عدلي اداريا، واكيد كابتن سيد هيبقى موجود معاهم ان شاء الله باذن الله. صن داونز البعثه بتاعته هتنزل في نفس الفندق ولا فندق تاني؟ لا لا، فندق اخر، وهم موجودين، هم موجودين بقالهم يومين. في فندق تاني غير فندق الاهلي. كابتن سمير عدلي يعني معاهم، والحمد لله يعني احنا بناهم وكابتن سمير عدلي معاهم وكل اموره ميسره الحمد لله. يا رب التوفيق بكره ويطلع بروفه جيده لقدرتنا على تنظيم هذه الاحداث المهمه، وربنا يعديه على خير. عندنا قدره كابتن عدلي، عندنا قدره، واحنا دايما بنقول عندنا القدره اللي احنا يعني بننظم مباريات، وعندنا قدره اللي احنا نحتوي جماهيرنا، وعندنا القدره للجماهير. لا، انا اتحدث وعيني على كاس الامم الافريقيه، لان الحقيقه ما انا عارف يعني ما انا بقول احنا عندنا القدره، ولكن هو مش عايزين خوف زياده، مش عايزين تحفز زياده من الجمهور، مش عايزين تحفز زياده من الامن، عايزين الامور تبقى ماشيه طبيعيه جدا. ده في الاول وفي الاخر جمهور كوره، طول ما انت بتشجع في الرياضه بعيد عن اي اغراض اخرى، طول ما انت راجل واعي وذكي اللي فيه طيارات بتحاول تدفع بشبابنا في اتجاه غير مرغوب فيه تماما، بحجه اللي هو بيشجع الرياضه ده مرفوض تماما، لازم يبقى احنا اذكى من كده، لازم نفوت الفرصه على خاصه ان محمد بيه ان الفتره فاتت يعني استطيع ان اقول ان اتحاد الكوره قام بدوره وساعد وعايزين ننتهز الفرصه دي بقى، ان يوم ما يكون في مسانده نعترف بيها ونشيد بيها، وما نحاولش ان احنا يعني نفسد، نقلل من شأن حد، ناخد دايما نحط دايما اللي احنا في الجانب الاضعف، فاحنا هناخد حقنا شبابنا المتحمس ما تقلقوش، في لوائح في قوانين في النهارده جهات بتتعاون مع بعضها بالظبط كده عشان مصلحه بلد وعشان خاطر مصلحه نجاح رياضه في الاول وفي الاخر، فما حدش يقلق. احنا اهم حاجه الجمهور لكل الانديه،
في المدرجات لتشجيع الفرق بتاعته ومساندات الفرق. انت امبارح شفنا بعد نهائي بطوله افريقيا وفوز فريق الطايره الكره الطايره، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واقف وسط لاعبين نادي سموحه مع رئيس نادي سموحه المهندس فرج عامر. هي دي ده الرياضه، فيها مكسب فيها والله. نادي سموحه يعني يقدم للرياضه مجهود هايل يعني السنه دي. عادي بصراحه فرج عامر يعني ما تطلبش منه حاجه غير اقول لك النادي الاهلي عندي نمره واحد. الراجل طبعا كتر خيره يعني، هو ده الروح الرياضيه اللي بتبقى موجوده. وكابتن محمود الخطيب برضو زي ما انت حضرتك شايف علاقته طيبه جدا بكافه الاطراف، طالما في النادي الاهلي قادر اللي هو بيساعد او قادر بيمد انديه بلاعيبه عن طريق اعاره او قادر بيمد انديه بمدربين. لو حضرتك النهارده هتبحث في كافه الالعاب هتلاقي بنسبه 50-60% ولاد النادي الاهلي يا مدربين يا لاعبين موجودين. صحيح. النادي الاهلي اكبر قاعده فيها عناصر رياضيه ولاعبين، اما بتستكفي تبدا النهارده بتتعاون مع الانديه الاخرى، وده برضو من شانه انت بتعلي اي لعبه، اي لعبه مؤكد مدرسه موثوق فيها مؤكد. صحيح. سواء مدربين او لاعبين. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي.